يقول: ما هو أسلوب الدعوة المناسب مع أهل البدع، علما بأنهم أشد الناس عنادا؟ تبين لهم الحق، أهل البدع يبين لهم الحق وينهون عن البدعة ويجاب لهم الأحاديث، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا أقمت عليهم الحجة وأبرأت ذمتك، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، إن عليك إلا البلاغ. نعم.